حلقة جديدة من المحتوى بتابعوها من خلال شاشة قناة مساواة الفضائية. وقبل ما نباشر بموضوعات هذه الحلقة بعض العناوين: كيف تودع نساء فلسطين الشهر الكريم؟ لارا عليان تطالب أجداد وأحفاد العالم العربي بمشاركتها أغنية. شابة مصرية توصل رسائل والديها الصم للعالم وتعطي لغة الإشارة بعدا جديدا. منصة إعلانية مجانية في باقة لدعم أصحاب المصالح. في أيامه الأخيرة يكثر الحديث عن لوعة فراق شهر رمضان، ومن زمن بعيد تسربت هاللوعة للفنون الشعبية إنشادا وغناء. وكان معلوم أنه معظم الأغاني والقصائد والابتهالات الدينية اللي تنشد في أواخر هذا الشهر تبدأ عادة بمطلع واحد معروف يقول: لا أوحش الله منك يا شهر الصيام. لهيك سميت هذه الأقوال والأغاني والابتهالات بالتوحيش، دلالة على الوحشة اللي بشعر فيها الناس لمفارقة شهر رمضان الكريم، لدرجة إنهم بسموا آخر أسبوع في هالشهر بالجمعة اليتيمة أو الحزينة، لأنها لن تتكرر إلا بعد عام. الباحثة فدوى يونس معنا حاليا عبر الخط الهاتفي للحديث أكثر عن هالموضوع. ست فدوى، تحياتنا لإلك، كل عام وإنت بخير. إنت بخير، أهلا وسهلا. يعني في مقدمتي حاولت ألخص كل هذا المشهد، لوعة فراق رمضان هي جزء من ثقافتنا وتراثنا أيضا الغنائي. نعم، أعطينا شوية تفاصيل عن كل هذا المجال. طبعا معروف أنه لكل إشي في بداية ونهاية. في شهر رمضان كنا نستقبله بأغاني، مثلا جاء رمضان شهر الإحسان شهر الغفران، كأناشيد دينية. أنا بتذكر في بلدي في عارة في سنوات 58 كنا في المدارس الابتدائية نجتمع في ساحة العقد أو ساحة المؤذن ونبدأ نأذن، إن نطلب من المؤذن ونحثه على إعلان الإفطار. مثلا في أنشودة بتقول: أذن أذن يا سيدي بذبح لك دجاج بيدي، توكلها وتنام عرب في الحمام، برطع برطع يا بنات صاحب الدكان مات، باحا شولوا غما قولوا خلوا كرونوا مبينات. أذن أذن بو معروف واليوم ذابحنا خروف، نوكل منه تاني شبع نعزم على الفطور ضيوف. أذن وقول الله أكبر ونصيح الله أكبر، لأنه كان الأولاد يتجمعوا في الساحة ينطروا المؤذن. المؤذن بتطلع من جهتنا في عارة للغرب عساس الشمس تغيب ويعلن الأذان، والولاد كل واحد حامل مع إشي، حبة لوز إخضر إذا كان الموسم لوز، أو حبة قطين أو أي إشي، أو شربة مي صغيرة معبيها من مي باردة حاطط فيها ورق ليمون عساس يعطيها طعمة. فما يلحق المؤذن يرفع إيده اتجاه ذانه مشان يعلن الأذان، فنقول أذن وقول الله أكبر ونصيح الله أكبر، افطروا يا صايمين، لأنه هذول الأولاد جايين من عدة حارات ومن عدة بيوت. ما بيعلن بيقول الله أكبر، بكلياتهم بنتشروا، كل واحد برجع عبيته يخبر أهله. طبعا لا كان في ميكروفونات ولا في كان كل هاي الأشياء ولا حتى إضاءة، فافطروا يا صايمين يصيحوا كل الناس تسمع، وقول افطروا يا صايمين وعصيان بكرة بعين. كمان هو ينتظر في غياب الشمس، كانت في أغنية كمان ثانية، طاسي ورا طاسي، القصد هنا المقصود فيها الشمس، طاسي ورا طاسي في البحر غطاسي، تغطس ما تعاود ترجع تاكل كل الناس، طاسي وقعت بسبع بحور، يلا يلا على الفطور معزومة يا عمتنا وانت برضو وليتنا. جميل. أذن أذن يا خطيب قبل الشمس تغيب، مرتك صبحية واردة على المي، لكها شبين من شباب حسين، واحد اسمه سلامي على خد علامة، واحد اسمه حسين بتجوز سنتين. فهاي الأناشيد اللي كلها يعني من إنتاج نقول الأولاد، أولاد الحارة، أولاد الحي اللي هن يألفوها وكلوها. أنا في دراستي في هذا الباب عن رمضان وأغاني الأطفال ما كانش يعني في هالاهتمام نقول ناس مؤلفين لأغاني للأطفال في رمضان. حتى في الفولكلور الفلسطيني لنمر حسين اطلعت وفقدت، ما شفت في باب لرمضان، إلا كل بلد إن كان في عندها إشي من هذا
يعني القبيل من التأليف الشخصي أو الحارة أو الحي فيها. ف منشوف يعني إنه كان هاي أناشيد الأطفال وهي أناشيد استقبال رمضان أو خلال أيامه في الأسبوع والأيام الأخيرة من الشهر الكريم، شو اللي اختلف بالمضمون اللي مرقوا اللي بمرقوا بالفولكلور الشعبي والتراث؟ طلع المضمون هو نفس المضمون، الحث على الصوم من منذ الصغر، الصبر في الصوم، تحمل مشاكل العطش. كمان في كانوا الأولاد نفسهم يعني نقول يتعتبوا أو يكرهوا بعضهم، يا مستر رمضان يا مقلل دينك، شربة الخروع تقطع مصارينك، وكلوا بعضهم ليش على أساس يكبروا ويتباهوا إنه بعمره 8 سنين 9 سنين مستطيع إنه يصوم. والغير رديت على الشيطان يا مستر رمضان من غير كل الناس، رديت على الشيطان الوسواس الخناس، ارجع لدينك ربك بعينك تتصوم رمضان وإحنا محبينك، يعني ما منحبك إلا تمنك تصوم وتنضم للمجموعة اللي صايم. فكانت أجواء يعني طفولية لكنها كمان معبرة عن الانتماء للدين للبلد للوحدة، لوحدة الصف، لطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى. ست سدوى، أغاني أو أناشيد الأسبوع الأخير يعني التوحيش كما قلنا في مقدمة هذه الفقرة، هي ثقافة يعني جزء من هذه الثقافة أيضا؟ نعم، هي جزء مثل ما قلنا أنه لكل شيء فيه بداية وفي نهاية. صحيح. في كل المواسم، كان في الربيع في الشتاء، كل شيء له بداية نهاية، حتى نقول الفواكه الخضروات كل شيء. اليوم اختلفت الأمور بسبب كل الأشياء الاصطناعية، فرمضان كان له معزة خاصة، له هيبة، له يعني علاقات اجتماعية بين الناس تسود المحبة. مثلا أطباق رمضان، أطباق رمضان اللي كان الجار يودي لجاره صحن حمص، طابخين هذولاك طبخة مثلا عكوب، فيتبادلوا الأطباق، دلالة على أنه في تواصل اجتماعي، في محبة، في تعاون، في نيال من فطر صايم المثل بكل، بمعنى أنه في ثواب وفي محبة. فمثلا إحنا في شهر رمضان كنا نخيط لعبة على هيئة رجل، والرجل اللي لبسه كمان لباس عربي الأصل الدماي والحطة والعقال، ونحفر جارة في ساحة العقد، في الساحة المحل ما بأذن المؤذن، ونصير نتباكى أو نبكي على رمضان إنه منودعه وبده يروح ويستنى تيدي. ومن كنا نغني نقول مات مات رمضان، الطرف الثاني نقول لا والله مات مات رمضان، لا والله سلامته، أكل عشب خبازي لصم بجرادمه، أجت أخته حليمة تعيط على جنازته، والكل الأولاد ردوا يقولوا مات مات رمضان، لا والله سلامته، مات مات رمضان، مات من السهر تعبان. طبعا إحياء ليالي رمضان بقراءة القرآن والسهر والدعاء، فالولاد يعبروا عن شو بصير قدامهم. مات مات رمضان، مات من السهر تعبان، ودعناه بحسناته وأزكى طبخاته وأكلاته، وإن كان معك إشي هاته كلام الله وآياته، رمضان الخير كله، يوم رجوعه نهلله، يرجع في السنة الجاي والخير معه كله. يعني على أمل أن يعود رمضان مع الخير كله وظروف أفضل أيضا في العام المقبل. ست فدوى يونس، يعني لا يمل من هذا الكلام، لكن أجل الوقت أني أشكرك أني كنت معنا في هالفقرة بالمحتوى. كمان في أغنية للعيد، تفضلي. يلا بكرة العيد من عيد، هاي من يعني الأطفال، بكرة العيد من عيد، بنقطع راسه بسعيد وبنحطه بالمغارة وبنرجم عليه الحجارة، بكرة العيد يا كرعة قومي كددي شعرك، كددي يعني بمعنى مشطي، بكرة العيد يا قرعة غزالك بالسهل يرعى، بكرة العيد من عيد نقطع راسه بسعيد، وسعيد ماله بكرة نذبح بنته هالشكرة. وأخيرا أتمنى للجميع عيد سعيد ورمضان كريم ينعاد علينا وعلى جميع العالم بأحسن حال، ويكشف الغمة ويبعد البلاء ويسر الدواء، ويوفق قناة مساواة الفضائية المهتمة بالحضارة التراثية الشعبية. شكرا لك، جزاك رب البري، وشكرا، وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانت بخير.
منصة إعلانية مجانية في باقة الغربية لدعم أصحاب المصالح، مبادرة جميلة لاقت تفاعل إيجابي من أهل البلد، والأستاذ محمد مجادلي رح يعطينا تفاصيل أوفى. تحياتي، كل عام وأنت بخير أستاذ محمد. تحياتي، كل عام وأنتم بخير. إذن يعني ما بعد فترة كورونا وخلال هاي الفترة اللي فيها عم بيتم رفع القيود، كان في نوع من الهبة إن صح التعبير لمساعدة ودعم أصحاب المصالح في المجتمع العربي، لكن قلما ما شفنا مبادرات فعلية على أرض الواقع مثل هالمبادرة في باقة. في باقة الغربية وفي بلدية باقة الغربية وضعنا برنامج شامل في حين اجتاحت الكورونا العالم للتعاطي معها لمكافحتها ومكافحة تفشيها في مجتمعنا، ووضعنا برنامج للتعامل مع تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والخروج من الكورونا بشكل يعني سلس وما يعرضنا للخطر ويكون تخفيف لأضرار الكورونا على الجميع. في باقة الغربية في رمضان وفي العيد كان التزام تام في الحجر الصحي، وكان هناك تجاوب بنسبة عالية جدا من الأهالي في باقة الغربية. أغلبية الساحقة من المحلات التجارية سكرت أبوابها لفترة طويلة، فكان علينا واجب إنه مثل ما وقفوا معانا في الحجر الصحي والتزموا مع مجتمعهم وأصحاب المحال وأجوا يعني لجانب مجتمعهم وحافظوا على التعليمات، واجبنا كمجتمع انه برضه نوقف معهم بعد ما سكروا كل هاي الفتره الطويله وانه ندعمهم ونحاول نخفف من اضرار ازمه الكورونا عليهم. فجاءت مبادره بلد سيل، من اسميناها بلد سيل من بلديه باقه الغربيه، اللي هي منصه اعلانيه اللي بتقدم اعلانات لاصحاب المحال التجاريه وبترتكز على ثلاث عوامل مهمه. الاولى هي انه في باقه الغربيه بنتسوق مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة. أصحاب المحلات التجارية وفروا بفترة العيد، في عشرة العيد، حملات وتنزيلات كبيرة وتخفيضات اللي تشجع الناس يشتروا من البلد، ودعينا أهل البلد والقرى المحيطة في باقة الغربية للشراء من باقة الغربية ودعم المحال التجارية. نحكي عن مكان هذه المنصة الإعلانية محمد، يعني أول شيء كيف رح يتم الإعلان عليها، بأي ترتيب، كيف رح يتم اختيار المصالح اللي تعلن عليها، خلال أي فترات؟ أعطينا التفاصيل التقنية لمن هم خارج باقة. نعم، هي حملة بلد سيل بدت في 20 رمضان للأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان بمناسبة حلول عيد الفطر. الإعلان عنها تم بالفيسبوك وتم إنشاء موقع إلكتروني اللي بيحمل إعلانات لجميع المحلات التجارية. إمكانية المشاركة مفتوحة لكل المحلات التجارية في باقة الغربية بشكل مجاني كامل. المحل التجاري عليه يعطينا حملة، يعمل حملة تنزيلات بمناسبة العيد، نسبة أو سعر على رزمة معينة أي كيف بيشوف صاحب المحل مناسب، وإحنا كبلدية بننشر في الموقع تفاصيل الحملة والتفاصيل المحل التجاري ورابط لصفحة الفيسبوك. هاي الحملة البلدية أخذت على عاتقها تحمل كافة التكاليف ترويجها وتسويقها في الفضاء الإلكتروني بالفيسبوك والإنستغرام بالأساس. نعم، التفاعل مع الموضوع كيف عم بيكون، سواء من قبل التجار وأصحاب المصالح أو من الناس والزبائن وسكان وأهل البلد؟ نعم، في باقة الغربية كان في تعاطي جميل جدا بين بلدية باقة الغربية وأهالي باقة الغربية بسبب الدور المهم اللي أخذته لجنة الطوارئ التابعة لبلدية باقة الغربية ومنظومة الإعلامية ومنظومة التوعية للبلدية. كان في بنينا ثقة يعني ممتازة ومميزة بيننا وبين المواطنين، فبالتالي بمجرد أعلننا عن مبادرة بلد سيل والحملة كان استجابة لعشرات، بديش يعني آخر إشي كان في عنا 100 وإشي مصلحة تجارية في باقة الغربية اللي انضموا لبلد سيل. الناس كثير حبوا الفكرة وكثير تفاعلوا معها، وكان أغلب الأصوات والنداءات طالبت أصحاب المحلات التجارية في أنهم يقدموا تنزيلات، وهذا يعني إشي بديهي. إحنا جينا كلنا، إحنا بنوفر على أصحاب المحلات التجارية الحملة الإعلانية لعيد الفطر، بالمقابل احنا بنطلب منهم انه يقدموا لنا تخفيض او سعر ملائم للعيد للناس للاهالي. جميل، هاي الدائرات
تكاملت، يعني تكاملت من جميع أطرافها. من جهة الناس استفادوا من الحملات، أصحاب المحلات التجارية خففوا عن حالهم تكاليف التسويق والإعلان، وإحنا كبلدية قمنا بدورنا تجاه مجتمعنا والمواطنين. جميل جدا محمد مجادلي، كل عام وأنت بخير ويعطيكم العافية جميعا. ألف خير جميعا، مشكورين. محمد الديك طفل برزت موهبته بالعزف على العود وتقديم الأغنيات على منصات التواصل ما لفت الأنظار نحوه. قبل ما نحاوره تعرفوا على صوته بهالأغنية. صح ما مديت من فرقتك بس ناسي راحت بالي، يا ناس يا كوني وهلي من تبعد الشي بقالي، وانت وياك واحس كلش مكانك خالي، كلش مكانك خالي خالي. محمد أديك صار موجود معنا، تحياتي محمد، رمضان كريم وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير، كيفك أستاذ مصطفى؟ الحمد لله أنا كتير منيح وبتأمل أن أمورك تمام. طبعا وجودك اليوم بالمحتوى هو لأنه نعرف الناس على موهبتك بشكل أوسع، فأعطينا التفاصيل اللي لازم نعرفها عن محمد، عمرك من وين، خلي الناس تعرف أكثر. أنا محمد الديك، عمري 11 سنة. أنا كنت أغني من وأنا عمري 4 سنين. كيف كملت؟ فالناس صار يقولوا أنت صوتك حلو وممكن تصير إشي، فأنا ضليتني في المدرسة. أستاذ خالد القصراوي كل تحية له، كان يدعمني وكان خليني أطلع على الإذاعة، فبغني لهم أشياء للوطن وهيك للمدرسة. بالإذاعة المدرسية كان كمان في محاولات أنك تشارك بمهرجانات أكبر أو حتى في ضمن برامج على مساحة العالم العربي، لكن الظروف يعني حالت دون ذلك يا محمد، ومتوقع بالسنوات القادمة. لمين بتحب تغني؟ هل بتدرس اليوم بتطور موهبتك كمان أكاديميا؟ يعني في مدرس مدرب عم بيكون معك؟ لا، هو عشان وضع الكورونا فخلص كل الناس صارت في بيوتهم، بس كمان بحاول أتدرب يعني لحالي هيك. ما قبل كورونا أو ما بعد كورونا في نية لصقل الموهبة بطريقة كمان بالدراسة؟ يعني عم بتفكر تكمل بهذا المجال؟ أكيد طبعا. لمين بتحب تغني؟ مين اللي بلفتك اللون اللي بقدمه؟ أنا بحب يعني هيك اللون الجبلي زي وديع الصافي، كمان بحب أغني له صباح فخري، هدول يعني والله كل الفنانين ألوانهم حلوين، صوتهم طربي جميل. طربي وجبلي. بنفع نسمع منك هيك جملة بسيطة؟ ماشي يلا. ارجع ارجع يا ولفي تعالى وصوت الحب دلاله، تعالى ارجع ارجع يا ولفي تعالى وصوت الحب دلاله، تعالى يا انا صليت أنا صليت لله تعالى، لا ترجع فلسطين وننسى العزاء. حالي ضن حالي ضن حالي، لا 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 لا. نتمنى لك كل مستقبل مثمر في هالمجال، وتكمل كمان بطاقاتك الصوتية الجميلة وتسقلها وتنتبه لحماية موهبتك. يعطيك العافية محمد الديك، مبسوطين انك كنت معنا في البرنامج. الله يعافيك. هالفيديو لقد
ويلة مشاركة الأجداد والأحفاد في العالم العربي بأغنية الصوت الأردني الجميل لارا عليان جدو. نتابع. مرحبا لكل الأصدقاء والمتابعين في الأردن وفي الوطن العربي. ترقبوا أغنيتي الجديدة جدو من كلمات وألحان الفنان تامر قرعين. حالياً عم نشتغل على فيديو كليب لهاي الأغنية، ونتمنى تكونوا جزء من هذا الفيديو عن طريق إرسال مقاطع أو صور للحظات تجمع بين الأحفاد والأجداد، تكون هيك توثق أجمل اللحظات بيناتهم. يفضل تكون هاي الصور أو المقاطع بالعرض، وممكن ترسلوا لي اياها على الايميل الموجود اسفل هذا الفيديو. راح نضل نستقبل هاي المقاطع لغايه تاريخ 5/6 بانتظاركم اصدقاء. لارا عليان موجوده معنا في البرنامج، يعطيك العافيه لارا وكل عام وانت بخير. مساء الخير مصطفى، كل عام وانت بألف خير وصحه. كيف بتقيم المواد اللي وصلتك لحد هاي اللحظه من صور الاجداد والاحفاد؟ كتير رائع، كتير تفاؤل رائع، يعني حتى هيك من كل مكان، حتى في الوطن العربي، وصور قديمة يعني ذكريات، وصور جديدة يعني، كتير تفاؤل رائع. وهلأ حالياً تامر قرعين شغال على الفيديو تصميمه، وهيك كتير متحمسين صراحة. جميل جداً. لما منغني للجد يعني الأجداد وكبار العمر هني بركتنا طوال السنين بثقافتنا الشرقية والعربية، لكن ربما يعني سمعنا أكثر وأبدينا اهتمام أكبر في هالشريحة بخلال جائحة كورونا، لما كانوا موجودين في دائرة الخطر وكان في تهديد هيك على صحتهم الله يحمي الجميع. هل تزامنت أغنية جدو مع كل هذا الظرف وكان مقصود أو كانت صدفة؟ لا هي صدفة صراحة، لأنه هي يعني فعلياً سجلنا الأغنية، يعني تلحنت طبعاً تامر لحنها من قبل، سجلناها قبل ما تبلش قصة كورونا كلها يعني، وصار آخر شيء شغل عليها الميكس والماسترينج أثناء فترة الكورونا، وكنا نتناقش أنا وتامر إنه كيف بدنا نعمل فكرة الفيديو كليب وهيك، وهاي الفكرة اقترحها هو صراحة، وأنا كثير تحمست لها يكون شيء مجتمعي والكل يشارك فيه، الكل يشارك لحظات سعيدة والذكريات حلوة مع الأجداد بركتنا الله يخليهم. ليش اختيار الأجداد أو ليش اختيار هالأغنية في هذا التوقيت لارا؟ هي شوف يعني إحنا الخطة إنه هي بشهر 6 يمكن بعشرة 6 شيء يوم الأب، هي نوع من أنواع التكريم. هلأ طبعا إحنا ما بنلغي التيتات الله يحميهم يخليهم، بس هي هاي الأغنية هيك عملت في علاقة خاصة كمان بين الأحفاد والأجداد، فحب تامر يعني يركز عليها، وهو عامل أغنية لأمه غنينا للأطفال، فإنه كنا متحمسين فكرة إنه بيوم الأب نصدر هاي الأغنية وإنه نهديها للأباء والأجداد. جميل. قريبا إن شاء الله. والموعد بعده رح يصدر في نفس التاريخ، يعني ما أثر كل شيء صار عالميا على موعد إصدار الأغنية. لا يعني مش الحال، تعرف الأسهل إنه كنا مسجلينها وموسيقيا مسجلة وكله تمام، فصفت الأشياء الثانية تنشغل عن بعد يعني. عظيم. لارا اللي بعرفك عن قرب واللي ما يعني واللي ما صار له يتعرف على موهبتك أكثر، خلنا نلخص هالمسيرة بإنه نقول أنت تؤدين الفن الملتزم بين مزدوجين، فن بعيد عن المينستريم، هذا يعني أقل مظاهر شهرة، أقل لايكس وفولوورز، اقل كل الـ يعني الضي تبع النجوميه اللي بنشوفه اليوم. الفنانين اللي بيختاروا خط مثل خطك هن بيقرروا كانه يكونوا بعاد عنه. صح. هذا بضل معرضة كامل هالمشروع، ولا بتقولي لا لابد بيوم الجماهير تقدر نوع الفن اللي انا بقدمه وتطلع عليه بعين اخرى؟ هلا انا بحكي انه انا دائما مكمله بنفس الخط، يعني اكيد لابد من انه راح اعمل تغيير بشغلات معينه بنوع موسيقى، بالمحتوى والمضمون اكيد هو راح يضل بنفس المستوى، يعني ممكن تصير اختلافات بالتفاصيل، يعني اختلافات بالتفاصيل اكيد دائما الواحد بيطمح انه قاعده الجماهيريه تتوسع اكبر، بس انا سعيده بالجمهور اللي بيتابعني، يعني كيف احكي لك مش طموحي فكره
النجومية وهاي التفاصيل. يعني أنا بالنسبة إلي إنه عندي أداة بستخدمها وأنا مستمتعة بإني مركزة على قضايا أمور معينة أنا بآمن فيها وبحبها، قضايا إنسانية مجتمعية وطنية، فأنا راضي عنها والجمهور اللي بيحب هذا النوع من الفن بطبيعة الحال هو راضي ومشجع وداعم، وهذا بنشوفه أيضا من التعليقات على صفحتك أو حتى في دعم المشروع مثل مشروع جدو. رح نختم حوارنا اليوم مع كليب أسرة. قبل ما نحكي عن المشروع كمشروع بهمني أيضا نحكي عن التقليل في إصدارك الكليبات، يعني ما منشوف زخم بإنتاج لارا في هذا النمط، هل بتحس أنه المشاكل الإنتاجية هي اللي عم بتوقف معيق أم أنه في أسباب أخرى بتخلي الكليبات أقل؟ هلا هي انت ذكرت نقطتين، انه انا يعني مش كتير، يعني انا مقارنه بغيري انه مش كتير انسانه بتحب يعني تظهر، يعني مثلا تطلع لايفات كتير، تتصور كتير فيديوهات واشياء، انا مش طبيعتي هيك ومش كتير بحب. هلا للضروره لاستخدامات معينه طبعا عملت هذا الشيء وراح اعمله، بس مش بكثره، ما بحب اشياء يعني مبالغ فيها. بالنسبه للكليبات انه في كان اكم من فكره لبعض الاغاني، لأنه مش كل إشي بيحتاج تصوير، يعني إلا إذا كان له فكرة يعني مفهوم. في مشكلة أكيد إنتاجية بموضوع مثلاً أغنية أسرة اللي هي قضية إنسانية ووطنية أخلاقية عالمية عربية، يعني تغلبت كتير لحتى إنه على يعني كان تصور مختلف وأكبر لهذا الإنتاج، وما لقيت من يساعدني على إنتاجها إلا في شركة لينز برودكشن ساعدوني بإنه صورناها ومخشورة رسم قصص تحية له، واقتصرت على يعني بهاي الطريقة الأبسط، لكن بالنسبة إلي غطت الفكرة، غطت المضمون اللي بدي إياه اللي هي عرضت صور الأسرى، تاريخ اعتقالهم واللي أفرج عنهم، أعداد معلومات بيانات، يعني قدرت أحقق اللي بدي إياه بأبسط الإمكانات. أعتقد أنه يعني أنا كمشاهد كمان بقول لك الرسالة وصلت، والكليب البسيط جميل ومهم بالضرورة. وبدي أشكرك جدا لارا، إحنا بانتظار جده وكل النجاح في هالمشروع في بداية حزيران، سنترقبه ونتابعه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تحياتنا لإلك ورمضان كريم. شكرا مصطفى، وشكرا شكرا برنامج المحتوى قناة مستوى.
إلى هنا بنوصل لختام هذا العدد من المحتوى. نلتقيكم غدا في الحلقة الأخيرة من حلقات المحتوى في هذا الموسم الرمضاني. كونوا بخير.